انا هزيد مطلب بتاع نقلة من ليسي بيبي الخضراء من ليسي نهج روسيا. مدير بتاع نهج روسيا سيبو عملي الكاشي وعملي سيناتور وقبلني. كي هزيت المطلب من ليسي بيبي الخضراء المدير ما حبش يقبل. هزيت له امي من غدويكا نهار جمعة في الصباح مع 8 متاع الصباح. مشيت له هزيت له امي، مشيت امي تحكي معاه، قالت له علاش ما بيتش صحح لي في المطلب. قالها ما نصححش. قالت له علاش؟ قالها انا كي وزارة التربية تكلمني وتقول لي علاش الناس كلها هاربين من بيبي الخضراء. قال شنو نقول لك؟ قلت له قلهم اللي الليسي نتاعك ماهوش نتاع قرايه معناتها، فهمت حاسيل. قال لها انا لي ما نصححش. قلت له لا ماكش باش تصحح. هزت المطلب من بحذاه وقالت له هاني ماشي المندوبيه الجهويه تونشكي بيك، معناتها ما عندكش الحق بين صيفه، معناتها انت ما تصححليش في مطلب مقبول من نهج روسيا. كها نحنا وصلنا وين الباب، هو عايد العساس قال له سكر عليهم الباب ما تخليهمش يخرجوا، سكروا علينا الباب بالمفتاح. نحنا جينا خارجين خلط علينا سورفيون جينيرال يعمل لنا هو يجبد في المطلب لامي، امي ما حبتش تعطيه ولا واقفه في الوسط يدزني هنا ويضرب امي بونتين في عينها، عطاها بونتين العدسه نتاع عينها خرجت في يدي، معناتها ايماجين عدسه نتاع عين واحد امه خارجه في يده. كي المدير كيكه ويدي وفيها العدسه وكل شيء ما فهم شيء، خذ المطلب وصحح فيه. انا وقتها شديت وقلت له ما لا حاجتي لا بالمطلب نتاعك ولا بالتصحيح ولا شيء، انا حق امي مانيش مسلمه فيه توا ماشي باش نعيط للحاكم. انا خرجت ديريكت نعيط في الحاكم وهما مشاو يشكيو بينا على اساس نحنا اقتحمنا المعهد، خاطر انا كلمت بابا قلت له اجا راهو امي ضربوها وامي صار لها وكل شيء. بابا انسان مريض، بابا عنده سكر، نهار تمشي مشي يرقد في اليورجونس في النوتريسيون، معناتها الداخل يعلم به ربي يشوف مرته طيشه عينها خارجه بنته الكيكه شنو باش يعمل، نضرب ونعمل لهم حتى شيء، دق عليهم البيت قال لهم حلولي، ردوها اقتحام مؤسسه وهما في هذا كله ما يكذبوا. نحن عندنا توا شكوى، مقدمين شكوى وديجا عندنا سيرتيفيكا فيها 45 يوم، امي عينها سبوت 100%، معناتها في هذا الكل قضيه اعتداء بالعنف الشديد، مانيش نحن الغالطين، نحن بالرسمي مظلومين. معناتها نحب نيدي لوزاره العدل، نحب وزير الداخلية، نحبهم كلهم يدخلوا، سورتو وزير التربية السيد نيجي جلول نحبه يقف، وكل الجمهورية نحب نقول له علاش لتوا ما وقفتوه السيد هذا، علاش 45 يوم شهادة سيرتيفيكا لتوا ما توقف، علاش خاطر هو تابع النقابة. هاني حقهم انا مانيش مسلمة فيه، لكن ما نعرفش انا لكن ما عادش نسلم في حق امي. يعني عندك شهود اخرين معناها عن فما حاضرة على الحادثة؟ فما عبيد، اما نعرف اللي العبيد كل ما تنجمش تتدخل، كل واحد باش يخاف على روحه معناتها كل شيء، اما انا ما عاد يهمني في شيء، انا يسوفي امي خسرت نظرها توا انا ما عاد عندي ما نخسر، اغلى حاجه هي النظر، ظهر لي حتى حد ما يرضاها لامه، وكيما انا كان باش نسكت على حقي راهو انتوما زاده باش يصير لكم كيفي، اي واحد عادي تنجم تصير له الحادثه هذه. دونك انا نقول لكم بالرسمي اقفوا معايا، خاطر قضية باش تولي قضية راي عام ماهيش سهلة، واحد أمه عينها خرجت ماهيش سهلة.